السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على الدبلوماسية اليمنية وفرص نجاحها في تنفيذ السياسة الخارجية. تعاني الحكومة اليمنية كثيرا في مجال العلاقات الدولية والتواصل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين بسبب الفراغ الحاصل في الجانب الدبلوماسي حينا وعدم تبعيته للحكومة الشرعية أحيان أخرى. منذ أكثر من 5 سنوات والسفارات اليمنية في الخارج فاقدة إما للفعالية أو تعمل ضد الدولة لحسب النظام أو لحساب النظام السابق بسبب ارتباط عدد من السفراء بالرئيس المخلوع. ومنذ 11 من فبراير ظل الأداء الدبلوماسي منقسما ومشتتا بسبب الصراع على التعيينات ورفض كافة الأطراف السياسية الفاعلة إجراء عملية إصلاح داخل وزارة الخارجية والالتزام بمحددات ومعايير التعيين في المناصب الدبلوماسية وفقا للقانون بعيدا عن المحاصصة وشراء الولاءات. وعقب الانقلاب زادت حدة الفشل والتباين في أداء السفارات التي انحاز عدد كبير منها للانقلابيين، وقام الدبلوماسيون فيها بالعمل لترويج الانقلاب. ورغم تعهد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي لدى تعيينه بإجراء تغييرات شاملة، إلا أن تلك الوعود ما زالت محكومة بالعديد من التعقيدات وترتبط إلى حد كبير باستمرار سيطرة الانقلابيين على وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء وتحكمها بالموازنات والمرتبات للعاملين، بالرغم من أنها تدفع من إحدى الدول الخليجية بحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة الشرعية. حركة التعيينات الأخيرة في السلك الدبلوماسي، ما لها وما عليها، وإلى أي مدى تبدو الحكومة عازمة على استعادة الدور الدبلوماسي من الانقلابيين وغيرها من النقاط ستكون محور حلقة الليلة من برنامج زوايا الحدث. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. حددت الحكومة ما سمته معالم جديدة في سياستها الخارجية، فأصدرت حزمة تعيينات لإنعاش البيت الدبلوماسي وتنشيط دوره إقليميا ودوليا. خطوة وإن بدت متأخرة إلا أنها جاءت في توقيت حاسم تحتاج فيه اليمن إلى إعادة هيكلة الكيان الأكبر في رسم سياستها الخارجية وإزالة ما علق من غبار في عيون المراقبين والمتابعين. لا يتعلق الأمر بالبحث عن منافذ جديدة لتقوية سلاح الحكومة في مواجهة الانقلاب وحسب، بل أيضا في تنقية قنواتها الدولية المسكونة بعناصر الظل التابعة للمخلوع وميليشيا الحوثي. فمنذ مطلع العام 2011 والدبلوماسية اليمنية تعاني من الشلل بسبب عدم قدرة الحكومة على إجراء حركة تنقلات بعيدا عن المحاصصة وتقاسم السفارات في الخارج، التي كانت وما تزال أحد أهم أدوات الرئيس المخلوع وحلفائه الحوثيين في عملية التواصل مع الخارج وتحقيق مكاسب على الصعيد السياسي والدبلوماسي. أكثر من 35 سفارة وبعثة دبلوماسية تخلو بعضها من منصب السفير وتعاني من الشلل التام، فيما البعض تدين بالولاء للرئيس المخلوع وتستلم مخصصاتها من ميزانية الدولة التي تسيطر عليها الميليشيا وتعمل من داخل جهاز الدولة ضدها. هذا الحال تسبب في معاناة ومتاعب الكثير من أبناء الجاليات اليمنية والمغتربين والطلاب الدارسين. فبدلا من أن تكون سفارات بلادهم القبلة التي يجدون فيها السكينة والإطمئنان والعون للتغلب على مرارة الغربة، تتحول هذه السفارات إلى كابوس ومصدر قلق وابتزاز. التعيينات الأخيرة وإن بدت محدودة إلا أنها جاءت كما يرى العديد من المراقبين كترضيات من جهة ومحاولة شراء ولاءات من جهة أخرى، وكررت مشكلة التعيينات من خارج السلك الدبلوماسي. فهل سيتحرر البيت الدبلوماسي بهذه الخطوات من كل هذا العبث والفساد؟ وهل ستسهم التعيينات الجديدة في تغيير طريقة أداء السفارات في ظل استمرار بقاء غالبيتها بدون سفراء وعدم إجراء أي حركة تبادل في المناصب الوظيفية الوسطى داخل السفارات؟ وهل بالإمكان أن تنجح الحكومة الشرعية في استعادة السفارات من يد الإنقلابيين واستخدامها في خدمة قضايا اليمنيين وإنهاء عملية التضليل التي مورست كثيرا على الرأي العام العالمي من داخل السلك الدبلوماسي الرسمي؟ أسئلة لا تستدعي الإجابة عنها الانتظار طويلا. فتحرير اليمن الدبلوماسي مهمة ليست بالعسيرة طالما انفتح في الأفق مسار لاستعادة الدولة من مختطفيها. لبدء النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الأصبحي من الرياض. معالي الوزير مساء الخير. معالي الوزير هل تسمعني؟
إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بمعالي وزير حقوق الإنسان، سنعود به الاتصال مجددا. إذن مشاهدينا، موضوع حلقة الليلة سيتم تسليط الضوء على الدبلوماسية اليمنية وفرص نجاحها في تنفيذ السياسة الخارجية. يعني كما تعلمون أنه تم إصدار قرارات وتعيينات جديدة في بعض السفارات يوم أمس من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي. إذن مشاهدينا، ريثما يجهز الاتصال ب إذن يبدو أن الاتصال صار جاهزا بمعالي وزير الصحة أو معالي وزير حقوق الإنسان السيد عز الدين الأصبحي. معالي الوزير، مساء الخير. الو، نعم معالي الوزير، هل تسمعني؟ الو معالي الوزير، هل تسمعني؟ في مشكلة بالصوت يا شباب. نعم، إذا مشاهدينا ريثما يجهز الاتصال، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونعتذر عن مشاكل الاتصالات الخارجة عن إرادتنا. ينضم إلينا الآن وزير حقوق الإنسان معالي الوزير عز الدين الأصبحي، مساء الخير. معالي الوزير، هل تسمعني؟ معالي الوزير، هل تسمعني الآن؟ الو، نعم معالي الوزير، هل تسمعني؟ اسمعك. نعم نعم معالي الوزير، اولا مساء الخير. تفضل. اهلا بك، اهلا بك معالي الوزير. يعني نبدا معك، الى اي مدى تبدو الحكومه عازمه في استعاده الدور الدبلوماسي من الانقلاب؟ التليفون. نعم إذا ابقى معنا يعني مع الوزير ريثما تحل المشكلة. ينضم إلينا الآن عادل المسني، الباحث في العلاقات الدولية. سيد عادل، مساء الخير. سيد عادل، هل تسمعني؟ نعم نعم سيدي، أسمعك. أولا مساء الخير. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك. يعني سيد عادل، هناك الكثير من نقاط الجدل حول أثر الدبلوماسية اليمنية وجهودها في القضية اليمنية خلال الفترة الأخيرة، كيف تقيمون هذه الجهود؟ حقا كان أداء الحكومة الدبلوماسية اليمنية ضعيفة جدا للغاية، على اعتبار أن هناك حرب عطلت كل جهود الدولة سواء في الداخل أو الخارج، على اعتبار أن السياسة الخارجية هي انعكاس في الأساس للداخل، وبالتالي الدولة كل تركيزها على الداخل وعلى كسب المعركة وعلى أيضا كسب المجتمع الدولي. أعتقد أنه الحكومة نجحت، دبلوماسية وفد الحكومة نجح بشكل كبير جدا من خلال مفاوضات الكويت في إقناع المجتمع الدولي وأيضا كشف ألاعيب الانقلاب مما عزل الانقلاب تماما سياسيا وسهل كسره عسكريا. أعتقد أنه كسب المعركة السياسية كان لافتا في مفاوضات الكويت، وهذا يحسب حقا لدور الوفد الحكومي الذي يجب أن يفعل الآن الدبلوماسية. أعتقد أن الهزائم الكبيرة الآن في الميدان بعد أن أفشل تماما الإنقلاب بتصلب الملف التفاوضي، أعتقد أن هزائم العسكرية الكبيرة في تعز الآن وخسارة المعركة عسكريا للإنقلاب سيحاول تنشيط الملف الدبلوماسي على اعتبار كسب الموقف الدولي في الضغط على الحكومة والتحالف في إيقاف المعركة العسكرية التي بدأت تتهاوى تماما وتنهار قلاع الانقلاب أمام قفزات ونجاحات المقاومة. ومن هنا يأتي التركيز الآن وبشكل جدي وكبير على الدبلوماسية في الخارج في كسب المجتمع الدولي مرارا وحقا الحكومة، قلنا وفد الحكومة استطاع أن يلعب دورا كبيرا في كسب هذا التحشيد الدولي الكبير
من خلال الاستضافة الكبير في حول مفاوضات الكويت، وأظهر بجلاء بعد أن استطاع أن يحشد أن يحصر أو أن يحشر الانقلاب في ضائقة في زاوية ضيقة جدا، وهي تنفيذ القرار، ففر إلى الأمام بهذه الخطوات التصعيدية، فانكشف تماما أنه تماما ضد المرجعية الدولية وضد تنفيذ القرار، وليس له أي رغبة في تنفيذ المرجعية الدولية، وبالتالي كسبت الحكومة هذا الرهان، وأيضا بتوقيعها على المسودة الذي قدمها موفد الأمم المتحدة، الحكومة تحقق انتصارات كبيرة، كسبت المعركة سياسيا، وهي الآن تكسبها. لكن دكتور عادل، يعني دكتور عادل، فيما يتعلق بالتعيينات الدبلوماسية الجديدة، أنت كباحث في العلاقات الدولية، كيف تنظر إلى آلية الاختيار لهؤلاء الممثلين الدبلوماسيين؟ وهل هذه الخطوة يعني كفيلة بصنع رأي عام عالمي يسهم كثيرا في إنهاء الانقلاب؟ حقيقة ما كان يعيب الحكومة هو هذا الجانب، الخلل الكبير في مسألة بقاء دور الخلوع في تحريك الدبلوماسية في الخارج، على اعتبار أن له ارتباطات كبيرة لا زالت إلى اليوم يحركها في نشر دعاوي مغلوطة عن الشرعية وعن الحكومة. أعتقد أنه يجب أن يعالج هذا الموقف بقوة الآن في كسب المجتمع الدولي، على اعتبار أن الملف الأهم في القضية اليمنية وفي مسألة النزاع في اليمن هو الضغوط الدولية على التحالف وعلى الشرعية. أعتقد أنه الجبهة الداخلية تصدعت للانقلاب تماما، وبدأ تماما الانهيار واضح في كل المعارك وخاصة في جبهة تعز. الآن التركيز على الجبهة الخارجية، حيث الضغوط التي تشل حركة المقاومة وتشل حركة التحالف في اليمن، وبالتالي من هنا تأتي هذه التغييرات وهذه التعيينات في محاولة أيضا إقناع هامش كبير من المجتمع الدولي وعدم وقطع الطريق على الانقلاب، في تشويش الصورة للمجتمع الدولي حول التحالف وحول أداء الحكومة في الداخل. أعتقد المعركة تحتدم الآن عسكريا وتنعكس أيضا على النشاط الدبلوماسي في الخارج، ومن هنا تأتي هذه التعيينات في أيضا قطع الطريق على الانقلاب في محاولة إرباك الموقف للتحالف والحكومة، وهذه خطوة أعتقد في صلب المعركة، وهي مهمة للغاية، وكان وجهات متأخرة لكنها مهمة جدا في أيضا محاصرة الانقلاب في الداخل والخارج. نعم دكتور عادل، تكرم بالبقاء معنا. ينضم لنا الآن دكتور عيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات. دكتور مساء الخير. أهلا، مساء النور، يا مرحبا. أهلا بك دكتور. يعني هناك نشاط كبير لأدوات المخلوع والحوثيين في السلك الدبلوماسي، وهناك تأثير قوي على المؤسسات والمراكز الدولية، إلى ما يفسر هذا الاختراق الحاصل في الجهاز الدبلوماسي؟ وأولا علينا أن ندرك أن الانقلابيين هم لم ينقلبوا على نظام ثابت وقائم يعني راسخ في البلاد. نعم. هم أعادوا استيلائهم على السلطة بعد أن كانوا تخلوا عن أجزاء منها، هم أعادوا الاستيلاء على تلك الأجزاء اللي كانوا الشكلية التي كانوا تخلوا منها، وهي دار الرئاسة والقيادات العسكرية وقيادات المناطق. نعم. ولذلك يعني كل المؤسسة الدبلوماسية والأمنية والدفاعية والإدارية والقضائية والخدمية ما تزال مؤسسة نظام المخلوع، ونحن نخطئ عندما نفسر الانقلاب وكأنه جاء على بنية كانت موالية للشرعية. البنية المتكاملة هي بنية المخلوع، ولم يستلم عبد الرب منصور الا دار الرئاسة الذي هدموا عليه واخذوا منه بعد سنتين. نعم. هذا التغلغل للانقلابيين ليس امر غريب في ظل هذه البنية التي هم متكئين عليها، وهي بنية 30 سنة ولم تكن بنية يعني السنتين الماضيتين، ما عدا التحسينات بين قوسين التي أدخلها الحوثيون لأخذ نصيبهم في المؤسسات التي تم الاستيلاء عليها. نعم. وفي هذا السياق يمكن الحديث عن المؤسسة الدبلوماسية. أنا ما زلت أتذكر حديث ممثل اليمن في الأمم المتحدة في أول جلسة لمجلس الأمن، كان يتكلم وكأن الأحداث التي حصلت هي في بورتريكو أو في فيتنام وليست في اليمن، يتحدث إلى أن غير موقفه بعدما الأمور راحت باتجاه الرئيس باتجاه الشرعية.
نقص على ذلك كل السفراء في كل مكان، حتى أولئك السفراء الذين يعلنون ولاهم للشرعية نحن لسنا متيقنين بأنهم يعملوا. هو في هذا السياق يعني دكتور هناك تعيينات جديدة، إلى أي مدى ستسهم هذه التعيينات في التأثير على المجتمع الدولي لتوضيح حقيقة ما يجري في اليمن وبما يسهم أيضا في إنهاء الانقلاب؟ الحقيقة أنا شخصيا عندي رأي مغاير ومختلف جدا عن وجهة النظر القائمة. تفضل. أنه يعني ما تزال عندنا التوظيفات سواء في العمل الدبلوماسي أو في الدفاعي أو في العمل هذا هي تأخذ أحد أمرين في أي مجال من المجالات الوظيفية، في الإدارة، في الخدمات، في كل شيء هي تأخذ أحد مساقين. أما تخلص من كادر في موقع معين والذهاب إلى موقع أقل أهمية، وغالبا هذه تحصل، كانت حتى في نظام علي عبد الله سالم معظم المعارضين كان يرسلهم سفراء، وربما هذه تحسب له وإن ظن أنها إنه كسب منها، لكن نحن المفروض نشكره نحن المعارضين. لكن الطريقة الثانية هي السياق الثاني لاختيار الدبلوماسي، هو يتم دائما يعني على شكل زي ما قلت إما على شكل للتخلص من بعض الأسماء أو مكافآت نظير موقف سياسي معين. لا تأخذ الكفاءات والمؤهلات والقدرات والثقافة والتجارب السابقة والخبرات السابقة. يعني أنا عندما استعرض كل الأسماء التي تم تعيينها ربما هناك واحد أو اثنين لهم خبرة دبلوماسية، ولكن منهم من تلاميذ مدرسة أبو بكر الغربي وعبد الكريم الإرياني رحمه الله. يعني يمكن الأخ سمير محمد خميس هو الوحيد اللي عنده خبرة دبلوماسية، كان سكرتير أول أو حاجة كذا في أحد السفارات، وجرى تعيينه سريرا وتعتبر ترقية لشخص هو من مدرسة علي عبد الله صالح يعني، وهو صديق وأعرفه، لكنه لم يكن مخلص للشرعية أكثر من إخلاصه لعلي عبد الله صالح. وقس على ذلك البقية، يعني لا يوجد اسم كلف بمهمة ليؤديها بإتقان باختصار شديد من بين هذه الأسماء، ربما فيه كثير منهم مخلصين وثوار، لكن الدبلوماسية تريد مؤهلات، وهذه المؤهلات أزعم بأنها عند الكثير منهم غائبة، وربما هناك اسم أو اسمين. نعم، وبذلك يعني المشكلة ما يعني ستزال قائمة في السلك الدبلوماسي. سوري السؤال ما سمعتش. يعني بما ذكرت يعني ما المشكله يعني ما ستزال قائمه في السلك الدبلوماسي. ربما ستكون الميزه لبعض الذين عينوا انهم دخلوا في خصام مع علي عبد الله صالح في السنتين الماضيتين بخلاف السابقين لهم، يعني وربما من هذا النقطه يمكن ان ينطلقوا باخلاص مع موضوع الشرعيه، لكن الجانب المهني والخبرة والقدرة على صناعة رأي والقدرة على التأثير على صانع القرار في البلد التي سيشتغلون بها هذا يعلمه الله. نعم، إذن ابقى معنا دكتور عيدروس. نعود للدكتور عادل المسني. دكتور عادل، يعني هل بالإمكان أن تنجح الحكومة الشرعية في استعادة السفارات وأيضا من يد الانقلابين واستخدامها في خدمة قضايا اليمنيين وإنهاء عملية التضليل التي مورست كثيرا على الرأي العام العالمي من داخل السلك الدبلوماسي؟ حقيقة أتفق مع ضيفك الكريم في كثير من الطرح، لكن بالنسبة للحكومة نحن نعيش ظرف حرب ضروس أهلكت الحرث والنسل، وبالتالي لا يتصور من هذه الحكومة المشلولة التي تخوض هذه الحرب المفتوحة على كل الجبهات أن تنتج أيضا جهاز دبلوماسي نقي وصالح كما ينبغي. بلا شك أن هناك تحديات كبيرة جدا، هنا سقف التطلعات عندي ليست كبيرة جدا في هذه التعيينات، ولكن هناك أولوية للحكومة الآن وهي تعطيل أجندة المخلوع عبر أدواته السابقة، وهذا مهم جدا في نزع وتغيير هذه الأدوات. لكن دكتور عادل، يعني الدكتور عبد الرقيب هو قصد أيضا أنه هناك عملية تدوير يعني ما زالت قائمة، يعني من شخصيات كانت في حضن يعني تحت خدمة علي عبد الله صالح واليوم ذهبت إلى صف الشرعية، بمعنى أنه لم يأتوا بشيء جديد.
بلا شك هناك أخطاء كبيرة، لكن الآن الأولوية تنبغي أن أولا أن تماما تغيب هذه الأدوات التي يستخدمها صالح أيضا في تشويه عمل الحكومة الشرعية والتحالف في الداخل. ينبغي أيضا تغيير هذه الصورة النمطية الموجودة في السفارات في الخارج، وهؤلاء الناس صار سلوكهم معلوما ومعروفا للجميع، وبالتالي ينبغي اتخاذ خطوة كانت ينبغي أن تكون مبكرة، لكن الآن تأتي في الصدد هذه التغييرات والمستجدات الهائلة على الميدان وانتصارات كبيرة جدا وانهيارات في صفوف الانقلاب. أعتقد أنه خسر المعركة الانقلاب عسكريا، وهو يحاول الآن في اللعب في المسألة الدبلوماسية في محاولة كسب تأييد عالمي أو بعض للدول مثلا كروسيا أو غيرها، في محاولة الضغوط شل حركة التحالف والحكومة داخل وممارسة الضغوط عليها. أعتقد الدبلوماسية يجب أن تلعب دورا كبيرا أولا تغيير هذه الصورة التي كان يتحرك بها، هذه الأدوات التي كان يتحرك بها صالح في الخارج. اثنين، تعيين جهاز آخر ينتمي للشرعية ولو كان ضعيفا. نعم سقف الطموح ليس كما ينبغي، لكن على الأقل الآن يجب عزل هذه الأدوات وتعيين أدوات قد لا تكون يعني طموحة 100%، لكن نحن الآن ننطلق من واقع ضعيف، من واقع منهك، من واقع حروب، وبالتالي أعتقد أنه الأمور ستتحسن تدريجيا، لكن الخطوة الأولوية الآن والمهمة هي تغيير هذا الجهاز بالكامل، على اعتبار أنه ينتمي كما قال أخي ضيفكم الكريم للدولة الأميقة، وبالتالي هي تتحرك عبر هذه الأدوات في الخارج، وهذا ما يعيب الشرعية، وكان ما يلحق بها الأذى والضرر الكبير في محاولة استمرار الضغوط من المجتمع الدولي، على اعتبار أن هناك صورة مشوهة تماما تربك الموقف الدولي ويستخدمها صالح أيضا في الضغوط على الشرعية وعلى التعالف. أعتقد الآن الانتصارات الكبيرة في الميدان ينبغي أن تستثمر، أيضا تستثمر اللحظة، تستثمر أيضا تصلب الحوثي، إقفال المسار التفاوضي، التصلب أمام القرارات. يجب أن تستثمر هذه اللحظة في إقناع المجتمع الدولي أن هذه القوى الانقلابية تماما تضرب عرض الحياة بالمرجعيات ولا تعير أي اهتمام للقوانين والقرارات الدولية، وبالتالي ينبغي أن تنشط الدبلوماسية في الخارج، وينبغي أن يكون هناك حدث كبير جدا في تغيير هذه الولاءات، وأيضا استزراع ولاءات جديدة تستطيع أن تعبر عن رأي الشرعية وعن مناخ وعن المناخ الجديد الذي بدأ يتشكل في الداخل نتيجة لهذه الانتصارات الكبيرة على مستوى الجبهات في أشكرك والصنعة. نعم أشكرك الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف. نعود بالسؤال إلى الدكتور عيدروس النقيب. يعني دكتور، هل المجيء بشخصيات من خارج السلك الدبلوماسي له علاقة بشراء ولاءات وتراضيات، خاصة يعني هذه التراضيات هل له علاقة ب دكتور هل تسمعني؟ أسمعك. هل له علاقة بشراء ولاءات وتراضيات خاصة في ظل المعركة القائمة مع الانقلابيين ومساعي الحكومة لقصقصة مخالبهم وتحييدهم؟ هو الحقيقة لا بد، يعني كنت أتمنى أن خطوة تغيير الدبلوماسية أن تأتي مبكرة منذ اليوم الثالث أو الرابع، ولنقل منذ الشهر الثاني أو الثالث للانقلاب، لأن هذا هو يعني المدخل للوصول إلى العالم. لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. مع ملاحظات كما قلت أنا في البداية، يعني أنه معظم التعيينات هي تأتي إما مكافآت أو تعويضات عن حاجة معينة. يعني مثلا زميلي وصديقي الأستاذ علي العمراني، ولم يكن قط دبلوماسيا، وخبرته هي في مجال المحاسبة ورجل ممتاز، كان رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، ودو وزير الإعلام أيضا لم يحدث شيئا في الإعلام، لأن هذا ليس مجال تخصصه. أتمنى لو عينوا وزير المالية حينها. طبعا تخلصوا منه لأسباب لا أعرفها، فيعني بغي ينتظر في الطابور إلى أن جاء دوره وتعينه. يعني أقصد أنه الحكومة الشرعية مضطرة أن تعمل أن توفق بين الاسترضاءات والتعويضات والمكافآت وحاجتها الملحة لسلك دبلوماسي يشتغل بقوة. كما قلت أنا من الأسماء، الاسم واحد فقط عرفته أنه جاء من السلك الدبلوماسي، ربما في كثير آخرين لأن لا أعرف كل الأسماء التي عينت، لكن نتمنى لهم التوفيق، نتمنى أنهم ينجحوا في مهماتهم.
نعم، أشكرك دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسة للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف. إذن مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة، ونعتذر عن مشاكل الاتصالات التي رافقت الحلقة وعدم قدرتنا بالتواصل مع وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في أمان الله.